السلام عليك يا خير يا أول قتيل، السلام عليك يا أول قتيل من نسل إبراهيم الخليل، ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما بعد يوم الطف يوم فخاري، ما بعد يوم الطف يوم فخاري لسراتي لوين أو سراتي نزاري. ما بعد يوم الطاف يوم فخاري لبني لوين أو سراتي نزاري. الله يا علي يا نزار، هل بقى أن تغمضوا جفن القذى من عاري. ما بعد يوم ابن النبي لهاشم عذر وقد وسمت بكل دثاري. لم أنسه في فتية قد ألبست من بزة العليا غير شعاري. عقدوا على حب الطعان نفوسهم عقد الرضيع أنامل تدراري. من كل محمود النقيبة ماجد ضخم الدسيعة فارس مغواري. فيهم علي بن الحسين كضيغم، والليث والشبل مثل الليث في الآثار. جيش يلاقي كل عضو في الوغى منه الجيوش بفيلق جراري. لكن أسفا خر فقل خر من السماء كطود هاري. يدعو أبي أبي مني السلام، عليك يا من رزقه يقضي على الأعمار. أبتا طعم الموت عندي شهدة، لولا فراقك يا غريب الدار. يا كوكبا يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا كوكبا يا كوكبا ما كان أقصر عمره. وكذا تكون كواكب
أسحاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فعليك يا دنيا العفا، قال بني علي على الدنيا بعدك العفا، فعليك يا دنيا العفا من بعد من هم زينة لكواكب الأسحار. يوسف يوسف يا هيبة علي يا حسن يوسف، يا شبه المصطفى فرقاك يوسف، عسك الخنجر وصل عندك يوسف، وصل عندي ولا عندي حشاي سدار، ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة مية رفرف على راسي ترى يا طير المن. يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد ضيئن وده، أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذا، حر الشمس ذوب فؤادي يا شو أنا لو تنطفي بقطرة أمي نار قلبي، ما حد كفو من هالجميع، برد غليلي وعايني طرادي وحربي، لحمل على الجمان حملها لاصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل، وادعي العجاج من النهار اظلم من الليل، واملي الوادي من الجثايث واجري الدماء سيل، وافني العدا واترك مضاربهم ضمايا يا الصدر وصاح يا ابني والدمع سال، ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال، وان كان تطلب ماي هذه طلبة محايل، اللي يجيب الماء يضل جسمه، ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا عدوان إلا على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أسلما وتله للجبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تمثل مشهدا من قصة نبي الله إسماعيل مع أبيه إبراهيم.
قصة نبي الله إبراهيم فيها فصول كثيرة ومواقف عديدة، لكن هذا الفصل فيه هذا المشهد، هذا فصل نأخذ منه مشهد وأيضا ما راح نوفيه لمعرفة عمق تضحية مولانا أبي عبد الله الحسين. إسماعيل رافق أباه في كثير من شؤونه التبليغية وكثير من أموره التي ترتبط بالرسالة. طبعا بعد أن كان نبي الله إبراهيم لا ينجب له من زوجته سارة، فعلم أنه يكون له ولد بعد دعائه المتكرر أن يعطيه الله ولد، أنه من هاجر التي كانت جارية عند سارة فاشتراها من زوجته سارة، وكانت الأمور نوعا ما بعد ذلك بعد الولادة صارت حزازة نوعا ما بين سارة وبين هاجر. هاجر لم تكن تبدي شيئا، وإنما التي كانت تبدي الأمر السيدة سارة عليها السلام. فولد له هذا الطفل، فأمر بأن سواء كان بطلب من سارة أو من الله مباشرة، النتيجة أمر بأن يهاجر بهذا الطفل الرضيع وأمه إلى مكان بعيد، فسار به جبرائيل، سار معه، فكلما وصل إلى مكان فيه ماء فيه شجر قال هنا، قال له جبرائيل بع سر، أنت مأمور بمكان غير هذا. فصار يمشي يمشي إلى أن وصل إلى هذا الموضع بيت الله الحرام، كانت جبال وكانت صحراء، لا يوجد ماء لا يوجد طعام لا يوجد ثمر، كانت خالية من كل تقريبا أسباب الحياة. فهنا أمر في هذا الموضع البيت، أمر بأن يمكث ينزل، نزل بضعنه وضعينته، وكان الماء قليلا والطعام قليلا الذي جلبه أيضا، وقال لها معه مع هذا الوضع الصعب في أمان الله، ترك طفله الرضيع الذي بعد سنين طويلة، يا الله جاءه هذا الطفل، شوف عظم التضحية، لكن أمر الله، فترك هذا الطفل. وانظر إلى هذه الأم، المرأة العظيمة السيدة هاجر، قالت له أتتركنا في واد غير ذي زرع وغير ذي ماء، وأنا امرأة وهذا طفل، من الذي أمرك بذلك؟ فقال لها أمرني الله، لم يزد على هذه الجملة. فقالت سيدتنا هاجر ما دام الذي أمرك الله فإنه لن ينسانا، هذا الإيمان، وهذا أول الامتحان. راح إبراهيم، رجع بعد فترة، كان لعله كل سنة يرتادهم أيام معدودة، إلى أن كبر هذا الولد، فكان يشارك أباه في مهمات، منها مهمة البيت، بناء البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فرفع السافات على القواعد، وكان الذي يناوله الحجارة في بناء البيت هو نبي الله إسماعيل. فهذه مهمة عظيمة تدرس في تاريخ البيت. الأمر الثاني، لما بني البيت وكانت الناس تجي تحج إلى هذا البيت أيام إسماعيل، انتشر نوعا ما قسم من الإيمان ومهد لرسالة نبينا محمد، فعندئذ أمر بأمر آخر، وكان إسماعيل يشارك أباه
وإذ عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العمل على التنظيف، يعني اليوم بتعبيرنا احنا ما نقارن الأنبياء بذلك، لكن بتعبيرنا صاروا عمال شنو؟ نظافة، ينظفون هذا المكان، هذا البيت العظيم. من ينظفه؟ ينظفه إبراهيم، ينظفه إسماعيل، أنبياء عظماء ينظفان المكان. هذا التنظيف مادي، يعني يشيلون الأوساخ، وأيضا أمور ترتبط بذلك في العبادات الدينية، ما يسمحون للحائط تدخل، ما يسمحون للجنوب أن يدخل وما شاكل ذلك. وأيضا تنظيف معنوي، وهو الإخلاص وتعليم الناس الإخلاص في هذه الأماكن، يعني في بيوت الله، في الكعبة، في المسجد الحرام، أن يكون من يدخل إليه مخلصا لله، تعليم الإخلاص، هذا تطهير. وكان يمارس هذا التطهير نبي الله إسماعيل مع أبيه إبراهيم. وألفت النظر من ضمن هذا التطهير الإخلاص الذي نتكلم عنه هو في حضور مآتم الحسين، ينبغي أن يكون، والحمد لله هذا موجود، حافز الإخلاص. حافز الإخلاص هذا يتم التعبير عنه بأشكال مختلفة، بس اللي طلبوا الأئمة منا التعبير هو البكاء، البكاء في مثل هذه المجالس، وبالذات في مثل هذه الأيام. وكل الأيام يبكي على الحسين له أجر، لكن في هذه الأيام وردت روايات كثيرة، وبالذات يوم العاشر من المحرم. فلا يحرم الإنسان نفسه إذا حضر فليبكي. أنا مو مهم عندي الأخوة كلهم يجاوبون، الحمد لله موجود من يجي يجاوب ويشجع على الإجابة، بس البكاء الكل مطلوب، يبكي. لا أقول فقط تخرج الدمعة، لأن بكاء الأئمة كان بالنحيب والنشيج. فصار عندنا إحنا أحد أسباب جفاف الدمعة إن الناس بعض الأحيان تخجل من البكاء، أو ما في نيتها أن تبكي، يعني بس جاي يستمع محاضرة ويقدر الخطيب على أساس محاضرته، لابد يوضع في نية أنه يبكي، سواء كان الخطيب ساعده على ذلك أو الخطيب لم يوفق، هو نفسه ينوي أن يبكي، يكون عنده حافز من الداخل يقول لي أنا ببكي ما دام قدر بعوضة، يطفئ غضب الله ويطفئ ذاك المقدار من النيران، ولي ثواب كثير على الحسين، ليش ما أبكي؟ حتى الصغار يتعلمون أن يبكوا على الحسين من صغرهم، ابن 5 سنين، ابن 6، ابن 7، هذا هم إليه أجر، إليه ثواب. هذا مهمة رئيسية. إذن أرجع للحديث، هذا يصب في قضية الإخلاص وآداب المجالس والمآتم الحسينية. لكن الأمر الأصعب في مهمة نبي الله إبراهيم وشاركه وساعده فيها نبي الله إسماعيل هي هذا الأمر الذي طلب من نبي الله، نعم نبي الله إبراهيم، أن يذبح ابنه كما تحدث هذا الفاصل. فلما أسلم وتله للجبين، هذا قبله آية إلا تتحدث عن هذا الابتلاء العظيم الذي قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، أنت شنو تشوف؟ أخذ رأيه، هذا درس. الأب يستشير ابنه، مو الابن يستشير أبا، مطلوب جدا إن الابن يستشير أبا. الصغار يستشيرون الكبار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الكبير في أسرته كالنبي في أمته. لكن هنا درس القرآن أن الأب النبي يستشير الولد وهو إسماعيل، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت
افعل ما تؤمر، ما قال اذبحني، شوف الأدب الرفيع، ما قال اذبحني حتى لا يكدر قلب أبي، قال افعل ما تؤمر. النتيجة واحدة، يعني مارس ما أمرك الله به، ارجع الأمر إلى الله. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الرؤيا، والقرآن مدحه، قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، وقال لي راح نجازيك، راح نكافيك، ولذلك أنت من المحسنين فلا بد أن تكافئ. كيف كوفئ؟ قال وفديناه بذبح عظيم. كافأ إبراهيم وكافأ إسماعيل، وإلا نبي الله إبراهيم أخذ ولده وأراد أن يقوم بالعمل، هذا ابتلاء نجح فيه، عرض الأمر على ابنه وابنه وافق، نجح الإثنان، فأسلم، سلم الأمر لله وتله للجبين. شوف تله للجبين، يكون هذا اقتراح نبي الله إسماعيل، قال يا أبتا اجعل جبهتي على الأرض حتى لا ترى وجهي، ها تصيبك الرقة الرحمة، خل وجهي إلى الأرض وهو ساجد يعني، ولذلك هذا معنى تله للجبين. وقال لهم أوثقني وشدد في الوثاق حتى لا تتحرك يداي وتتحرك رجلاي فترحمني وتضعف في الامتحان أمام أمر الله. قال يا بني لا أجمع عليك هذين الأمرين، أشد الوثاق وأذبحك، يكفي أن أذبحك أمتثل أمر الله، أما أشد الوثاق هذا أيضا صعب علي. وبكى نبي الله إبراهيم أرخى لدموعه بالسيلان، فسالت دموعه، سلام الله عليه. وهناك دروس، جاء الشيطان كما تسمعون في هذه القصة وحاول أن يعمل. أولا جاء لهاجر، هاجر قال لها إن إبراهيم يريد أن يذبح إسماعيل، قالت له أنت تكذب، فإنه لا يذبح أحد ابنه، صعب تصدق بهذا الأمر. قال إنه يقول إنه رأى في المنام أن الله أمره بذلك. قالت إذا كان الله أمره فلا يستطيع أن يخالف أمر ربه، هذه امرأة مؤمنة. فيأس، جاء إلى إسماعيل قال إن أباك يريد أن يذبحك، ولعل الشيطان هو الذي رآه في المنام. فعندئذ رده إسماعيل، فيأس من إسماعيل فجاء إلى إبراهيم، قال ليش لون تذبح ابنك، أنت تقول شفت في المنام وأمرك ربك، لعله اللي شفت الشيطان. فقال له أنت الشيطان، ورجمه، فصار هذا النسك اللي الآن نعمل به، رجم الشيطان من نسك الحج الإبراهيمي. زين، فعندئذ صمم على ذبحه وجاء بهذا الولد وتله للجبين. هنا قيل أن جبرائيل جاء مباشرة أنقذ الموقف وجعل السكين قلبها، وقيل وضع صفيحة من النحاس فكان يقطع بس ما يوصل إلى الرقبة، وقيل كلما قص ودجا التأم، ما يشعر إسماعيل ولا يرى أيضا شنو إبراهيم. ثم قال لي صدقت الرؤيا، فكبر جبرائيل، فلما كبر جبرائيل كبر إسماعيل، جبرائيل قال الله أكبر، قال إسماعيل لا إله إلا الله والله أكبر، فقال إبراهيم الله أكبر ولله الحمد. فأصبحت هذه يوم العاشر، يوم العيد، من الأذكار التي تقال في الحاج، تقولون هذه التكبيرات، الله أكبر، الله أكبر ولا إله إلا الله، الله أكبر والحمد لله، وبقية الإضافات. ها
هذه أخذت للتذكير بهذه القصة العظيمة لهذا الموقف. فمن هنا نجح إبراهيم في هذا الامتحان، في هذا الامتحان. هاجر لما شافت ولدها احتضنته، كانت تطوف بالبيت، فلما شاهدت ولدها احتضنته وبكت، وشافت بعد ذلك أثر الحز، ما صار جرح، حز في رقبة إسماعيل، فجعلت تبكي بشكل أكثر، واستمر بكاؤها 3 أيام وفارقت الحياة. عظم المأساة، يعني تصور أن ابنها راح يقتل مع أنه نجا وشاهدت الموقف. إذا من خلال ذلك تتصور عظم، نعم عظم تضحية الحسين. أنا أدخل على المصيبة ما أقدر أطبق أكثر، عندنا مقدار من المصيبة يكون نقرأه هذه الليلة. وإذا يقدم ولده الذي قال السلام عليك يا أول قتيل من سلالة خير سليل سلالة إبراهيم الخليل، هذه زيارة الناحية الإمام الحجة، في زيارة الناحية الثانية اللي تذكر أسماء الشهداء واحد واحد وتذكر مواقفهم، غير الزيارة اللي تقرؤونها يوم العاشر، الزيارة الناحية المفجعة، هذه أيضا مفجعة لكن مو بقدر تلك، هذه تخلد مواقف الشهداء. فتقول السلام عليك على علي بن الحسين يا أول قتيل، فهو أول قتيل وأول تضحية وفداء. وإذا بالحسين أول من يقدمه من بني هاشم ابنه علي الأكبر، وإذا بعلي الأكبر سلام الله عليه يمتشق الحسام. ولما تقارن بين ما جرى على علي الأكبر وعلى إسماعيل، هاجر شاهدت ولدها وفيه أثر فتذكرت الذبح، أما ليلى، أما الحسين، أما زينب فشاهدوا علي الأكبر قد قطع إربا إربا. وكان الحسين يعلم بهذا، ولذلك ودع ابنه بنفسه واحتضن ولده علي الأكبر بعد أن ودعه وداعا ثانيا لا يعود. احتضن ولده، قال في دعة الله بعد أن ودع النسوة علي الأكبر، قال بني علي أنا أريد أيضا أن أودعك. يا ويلي من تلاقوا عند الوداع، مشابج طول لما انهووا للقاع، لاع الأبو لابنه والولد لاع، على ابني يا ويلي وداعي لك شر، يشم حسين خد ابنه ويحبه، ودمعه مثل دمع ابنه يصبه، ونار اللي بقلب ابنه بقلبه يخفيها على ابنه ونوب تظهر، يكلمه ويدمع بالخد دفاق، بعبره مكسره وبقلب خفاق، يا بويا وداعت الله هذا الوداع، يا بويا وداعت الله هذا الافراق، وبالكوثر يا بويا اليوم تمطر، امصيت هلهلت للخيل لولاح، عليها وصدقت ابروس الرماح، وفوق الروس دمك ضرب لك شر، بن هاشم من التب موش ملفوف، بن هاشم من التب موش ملفوف، جد حيدر الكرار موصوف، وعم الحسن بالله معروف، يا ويلي وعم العباس الأزهر،
وياي وياي اهتز بغيرة الله وفرع عره تمايل بالدروع والسطل والطاس تمايل بالدرع والسيف والطه وسيف الشعشعان المرهب الناس وبالبر الطلايع ضيق البر تموج الخيل من لكن الخيل ابو الحسن ذاب هذا ورا وهذا لده مساميها ورمحاي الحق الفر هز غدار تودب العمامة نشر راس اسم الله على النشامة خز قلوبها وشرق الهامة طفح كفو نعمين واكثر حمل على الميمنة وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بن تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي فقتل منهم مقتلة عظيمة قتل 150 فارسا فضجت الرجال من حملاته حمل على الميسرة وهو يرتجز ويقول الحرب قد بانت لها مصادق وظهرت من دونها حقائق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق أوصل القتلى إلى 200 فضجت الصفوف من حملات علي الأكبر آجركم الله ما زال علي يصنع هذا الصنيع عقب ما شرق الهامات والطه اجت ضربة وويلا وسيدا اجت ضربة العبد على ضعف وتواردوا بسيوف هنة شبك على المهر يا ويلي والمهرفة شبك على المهر لهبة وويلا شبك على المهر لهبة لأيوة لابوه حسين عن القوم أثار المهور للعدوان وجب أهب موسط ماذا صنعوا به هذا يقطع بسيفه وهذا بالخناجر فصل وهذا يغط من رمح الحدي بخاصرته وهو يعالج ويفغر نادى بضعيف الصوت أبا يا حسين عليك مني السلام جاء الحسين مسرعا وجد علي الأكبر بتلك الحالة قد بضعوه بالسيوف وقطعوه إربا إربا نادى بني علي على الدنيا بعدك العفا بني قتلوك ومن شرب الماء حرم وما علموا من جدك وأبوك آجركم الله رمى الحسين بنفسه على علي الأكبر وجعل خده على خده
وصدره على صدره تمدد في طول ولده. لم يجرؤ أحد من بني هاشم أن يقترب من الحسين، أخذتهم هيبة الموقف. يا سادة، وإذا بزينب تقف على باب الخيمة تنادي: وولداه وعلي. أراد الحسين أن ينهق: يا أصحاب الغيرة، يا أصحاب الحمية. هكذا كان الحسين مع أخواته ونسائه غيورا قد ملئ غيرة. قال: أب إلى أين؟ هذا وقت النزاع، هذا وقت الاحتضار. قال: ها هي عمتك بباب الخيمة، أريد أن أردها. قال: إذن خذني إليها، إلا يا أياب خذني لعمتي زينب، أراها حتى تشد جرحي، ترى ذايب حش. قال لي: عقلي ومهجتي حكياك فراها، لازم أشيلك للخيام يا قرة، أنا لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح. يصبي زماني عن جثتك، عن جثتك وين نار؟ شقول لامك لو قليت ظل علي؟ لازم تقول ان كان جبت إلا، لكن بليلش الفكر يا حلو الأطباء، لو شافت الجسمك يا عقلي موزع وزن، وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بلودة. لكن عين الله على ضجت، جاء بعلي الأكبر لما وضعه بين الفسطاط في الخيمة التي أفردها لبني هاشم. جاءت أمه وعماته وأخواته، هذه تنادي في أمان الله، تلك تنادي في دعة الله يا شبيه المصطفى. راح راح الولد، راح 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 ليلتي، وين وتنادي لأكبر شبيه الهادي؟ ليلتي وين وتنادي لأكبر شبي؟ راح راح الولد، راح 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 الولد. يا ابني وثمر دلالي، غيرك فلا يبرالي. إيه ثلاث دقة. يا ابني وثمر دلالي، غيرك فلا يبرالي، ضيعتني يا الوالي. راح راح الولد، راح 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 الولد، راح ليلة ليلتي، وين وتنادي لأكبر شبي؟ ليلتي وين وتنادي
الأكبر شبي راح راح الولد راح زينب دمعها تسيلة نادي بعجل يا ليلة ماذا نصنع؟ الحسين ما قدر يشيل علي الأكبر نادى على فتيان ارفعوا أخاكم فلا طاقة لي على حمله كلما يرفع جانبا يقع جانب. عاد هذا الشاعر يقول زينب تقول لليلى قوم نجيب علي الأكبر. زينب دمعها تسيلة نادي بعجل يا ليلى قومي الأكبر نشيلة راح راح الولد راح 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 الولد راح ليلة تحين وتنادي الأكبر شبي راح راح البيت. وأسألك الدعاء ليلة طلعت محزونة ليلة طلعت محزونة شافت علي سجونة وعلى الثار يمدونة راح راح الولد راح ليلة حين ليلة حين راح راح لقوم يا ليلة للولد جمعي له ساعة جمعي يا ابني عليك المصطفى خالع جمال واهب لك الكرار صلاة وفعال ومن الحسن عماك يا بعد أهلي نوالة وقصر العمر من فاطمة والإبا من حسن. آه يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره